خلال 24 ساعة الماضية أسقطت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية وقوات الدفاع الجوي 4 طائرات من طراز سخوي 27 وواحدة من طراز ميغ 29 في مدينة جيتومير. في صباح يوم 6 مارس تم تنفيذ غارة باستخدام سلاح طويل المدى عالي الدقة، مما أدى إلى تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية في نقطة ستاروكاستيانتينيف.